يا رحمن اقبل سؤالي ودعوتي وقت الأذان، وصلنا يا رب العباد بر الأمان. عشمن يا رب في رحمتك وبقول أمين، نور طريقنا واهدي كل المسلمين. عبدك بينده وانت أقرب منه ليه، وسامحني لو حقك أنا قصرت فيه. هقوى على نفسي خلاص آن الأوان، عمري ما هبعد عن طريقك مهما كان. يا رحمن اقبل سؤالي ودعوتي وقت الأذان، وصلنا يا رب العباد بر الأمان. عشمن يا رب في رحمتك وبقول أمين، نور طريقنا واهدي كل المسلمين.